فهي فكرة فعلا ان انت تبقي متواصلة مع الناس من خلال الصوت، دي حاجة جميلة جدا. بس زي ما قلت لكم بس شوية، بتحملكم مسؤولية غير عادية، لان انت مش معتمدة على ان انت بس هتشغلي الناس بشكلك ولا بلبسك ولا بشعرك، لا ده انت الثانية عندك صوت بحساب. يعني لو انت عندك مثلا حسيتي بس سكتي ثانية بفرق، او لو انت حزينة او لو انت مبسوطة قوي او لو بتعملي حاجة تانية بيحسوا بيكي كل الناس، ادواتك تقريبا بيحسوا بيكي ان انت اتشغلتي عنهم او فده اصعب او صحيح. مكتئبه. هي ليه متضايقه؟ طب ازاي بقى بتختاري مواضيع الحلقه بتاعتك؟ اولا انا مواضيعي تقريبا قريبه من بعضها. انا الفكره في البرنامج ان هي تقدم اي فكره كويسه تخلي مصر افضل. فاي مبادره بقى شبابيه، اي ابتكار، اي اختراع، اي شباب مشاركين بمسابقات بره مصر ومثلوا مصر، سواء رياضة بقى، سواء فن، سواء حاجة في العلوم، في التكنولوجيا، في أي مجال، وحتى لو ما جابوش جايزة. أيوة كفايهم بيحاولوا بالظبط، أجيبهم أقول لهم كفاية أن أنتوا كنتوا بتنافسوا مثلا 140 دولة من بينهم اليابان وأمريكا وألمانيا وكذا، وهم يبقى عندهم مثلا 12-13 سنة يعني. ففكرة أن هو حاول وجرب واخفق في المره دي، المره الجايه هينجح طبعا، بس محتاج دعم معنوي قبل ما يبقى محتاج دعم مادي. هو محتاج الاثنين الحقيقه، بالظبط هو محتاج الاثنين، بس احنا خلينا ناخدها خطوه خطوه. لان في الحقيقه بيبقى الولاد الصغيرين دول اهاليهم هم المتكفلين بتدريباتهم، سواء بقى بيشاركوا في الاولمبياد الفيزياء او في الروبوتس او في اي مسابقه يعني بيشاركوا فيها، اهلهم هم المهتمين ومراعيين الحكايه دي. يعني لا مدرسه ولا يعني قليل قوي المدارس اللي بتهتم، ومفيش جهات عندنا في مصر كويس ان الاهالي بقوا بيهتموا دلوقتي الحقيقه. يعني عندنا في الاكاديميه، في اكاديميه البحث العلمي، عشان بس برضو ما ننساش حد يعني، لا بداوا عندهم جامعه الطفل دلوقتي، عندهم كذا حاجه بيهتموا بالابتكارات والاختراعات.